محمد نادر شلالي من مدينة عنابة، شاركنا اليوم في المهرجان بمجموعة من اللباس القديم الذي تزخر به مدينة عنابة على غرار دلالة، لفة، تخليلة. ومن بين أهم مشكلات اللباس هو القندورة والقفطان بمختلف أنواعه، القفطان القاط أو القفطان الفرملة كما كان يعرف سابقا. وقطع اللباس اللي شاركنا بها فيها قطع ترجع لي أكثر من 120 سنة، قطع 140 سنة لقفطان تخيط في 1880. كل هذه القطع اللي معروضة في المعرض اليوم هي إثبات على أنه وجود الحرفة والصناعة بمدينة عنابة وبالجزائر راهو متوارد ومتواتر عند العائلات وعند الأجيال. وأهم شيء يميز هذا اللباس أنه داخل في ثقافتنا الجزائرية الإسلامية، هو مثال لتعبير، هو تعبير عن جانب حضاري ثقافي يعرفه اللباس الجزائري واللباس العنابي.